تعالوا نشوف جديد المفروشات والجمال والحلاوة اللي هتريحنا من زحلقة الملاية من على المرتبة والشكل الغير متناسق طول الوقت، مجرد بس ما حد هيقعد على المرتبة بتتبهدل. دي مفروشات كده استك زي ما انتم شايفين، متبطنة كابوتينيه هايلة جدا. كمان جديد كفرات الانتريه لزوم بقى الشتاء والدفى، فرو فورير كده زي ما انتم شايفين حلو قوي. تعالوا كمان نشوف اشكال كتيرة من مفروشات السرير، هي البطل بتاعت فيديو النهاردة. اشكال والوان تحفة. فكرة الاستيك دي عملية جدا جدا، احسن كتير من الملايات اللي هي الفلات، مجرد ما تطلع على السرير كده بتتبهدل. الماتيريال بتاعتها تمشي صيفي وتمشي شتوي، فيها السادة وفيها المنقوش، هتلاقوها على شي ان وامازون واكسبريس وموقع علي بابا.